اليوم على بركة الله قمنا بكفر بستة مواقع التي تحتضن التدمية، وواحد وثلاثين عائلة التي استفادت بسكنات لائقة للمرأة المتواجدين فيها، سكنات يعني بكل المعدات وكل المواصفات السكنية والبيئية. إذن في هذه العملية قمنا بكل الترتيبات حيث حضرنا كل المعدات اللازمة. نرانا كنا في معاناة كبيرة سنوات أمنية، والحمد لله كثر خير الدولة وكثر خير الرئيس. الحمد لله على صبر طويل استفدنا من سكنات الاجتماعية، اللهم لك الحمد. كثر خير الرئيس، كثر خير الدولة، الإدارة والعقوبة إن شاء الله اللي ما داوش.